واحد بيقول بخصوص ان الذبيحة المحرقة تتحول الى رماد. يقول سيرج بيباوي في حوار تلفزيوني ان نافت الانبا بشوي كان يذكر قول لابينا تدرس يعقوب ان السيد المسيح رفع على الصليب ذبيحة محرقة ليفدينا، ولكنه تحول الى رماد ويكرر هذا القول. دي من ناحية مش حرفيا انه بيتحول الى رماد، يعني ذاق الالم حتى النهاية زي ما كانت النار تتخذ في المحرقة حتى النهاية، يعني ما ناخدهاش بالحرف ناخدها بالمعنى.